الوالد يعني أصيب بالمرض الخبيث تقريبا من عام 2015-2016 ميلادي، لكنه فضل أن لا يخبر أحد بهذا المرض، ويعني عاش مع طبيبه الخاص وحرص على طبيبه الخاص أن لا يذكر لأحد كائنا من كان. وكنت يعني أستغرب دائما يعني كيف سعيد هو أنه صحته عاده لما يزور أحد مريض يقول الحمد لله على الصحة والحمد لله على العافية، مع أنه كان يعني في هذا المرض، ومع ذلك الطاقة الإيجابية التي لديه جعلته يعني لم يحسس أحدا أبدا قريبا أو بعيد أنه في شيء يعني غير طبيعي. طبعا لما بدأ يعني المرض يأخذ يعني منحنى آخر علمنا بذلك. في عام 2018 كانت الحقيقة يعني سنة صعبة على الأسرة، بعد ما الوالد مرض وبدأنا يعني نكون قريبين منه لأن استشعرنا وفاته. كانت 3 شهور الأخيرة صعبة جدا علينا وعليه، واكتشفنا فيما بعد أن الوالد كان مريض ولكن لم يبلغنا على مدى فترة أطول. فتخيل أنه لم يكن يود أن يشاركنا مرضه بحكم عاطفته الجياشة تجاهنا. وأذكر في مراحل الأيام الأخيرة عندما سألته لماذا يعني لم تبلغنا، قال لن تقدمنا تأخر، هذه إرادة الله، وبالتالي ما في داعي أن يعني أشغلكم بمرض لن تستطيعون فيه معه شيء، ولكني كنت دائما أرى فيكم الحمد لله يعني في قربكم في حبكم في وجودكم من حولي العزاء والسلوان. والحقيقة كانت فترة صعبة لنا كأفراد عائلة وله في فترات الوداع، فترة الوداع مزعجة ما فيها شك، فما بالك وداع لا عودة بعده إلا أن نلتقي إن شاء الله في جنات النعيم إذا الله جمعنا. كانت الحقيقة الفترة صعبة في أنك لا تستطيع أن تعمل شيء، ولكنه كان يعطيك دروس بالمجان بالصبر بالثبات بالرضا باليقين والله الحمد. والدي رحيم جدا جدا جدا، وكان يرحمنا احنا البنات بشكل كبير جدا. حينما اخبروني يعني هم علمت بمرض الوالد رحمه الله، واخبروني ان الوالد لا يرغب ان احنا نعلم، فاتفقت مع اخواني ان يعني سنزوره ولن نخبره ان احنا نعلم ان والدي مصاب بالالتهاب، وان احنا هو مرقد سبب الالتهاب. فأذكر أنه كان إذا جينا إحنا البنات يتكلف كثيراً في أنه يظهر أنه بصحة وعافية، يعني كان يشق علينا يعني حتى أن إحنا ما ودنا أنه يتكلف، ودنا أنه خلاص أنه يشعر بالراحة يعني. وجلسنا تقريباً شهر كامل وهو إذا أحد تكلم أو شيء قال لا أنا ما فيني العافية وأنا فيني أنا بخير. فأذكر حتى بعدين تأكدوا أن إحنا خلاص وصلنا الخبر يعني، فسبحان الله حتى ارتاح شوي أنه يعني احنا عرفنا، لانه كان يتكلف كثيرا وقت زيارتنا انه يبان بشكل افضل بشكل اقوى خوفا علينا من الحزن والالم.